ثم توفي أبو بكر ودفن بجواره. وكانت أم المؤمنين تستأثر بما تبقى في الغرفة من مكان بنفسها، لكنها آثرت بذلك الفاروق رضي الله عنه لما استأذنها أن يدفن إلى جوار صاحبيه، وهي التي تعلم رضي الله عنها وأرضاها قول النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عندما كان يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلعهما. فلما استشهد عمر رضي الله عنه استأذن أم المؤمنين أن يدفن إلى جوار صاحبيه، فأذنت وقالت: كنت أريده لنفسي، لكن من حبها لعمر وتقديرها له واحترامها له ومعرفتها منزلته آثرته به.